نسأل لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب من عمان عن آخر التطورات المرتقبة في الأسواق وتحديدا من الولايات المتحدة. لينا، يمكن عم نترقب مؤشر مدراء الأعمال فيما يخص القطاع الصناعي والخدمات اللي شاهدنا يمكن انكماش بفترة الربع الثاني بشكل كبير بالولايات المتحدة اليوم. ما أهمية هذه البيانات وكيف يمكن أن تقرأها الأسواق؟ أهلا بك ميسا. بالفعل يعني هناك ترقب لمؤشر مدراء المشتريات الذي يعتبر من المؤشرات الهامة جدا والتي تصدر في وقت مبكر جدا لتعطينا فكرة أوضح عن بعض القطاعات وخصوصا بعد انكماش الذي حصل في الربع الثاني للاقتصاد الأمريكي بنسبة 31%. بالتالي هذا الترقب ليعطينا فكرة أوضح هل هناك في مزيد من التعافي، الاقتصاد الأمريكي سيشهد تعافي أم تعثر. ونحن نعلم أن الخط الفاصل بين النمو والانكماش هو 50 نقطة، بالتالي توقعات تشير ربما إلى تباطؤ في النمو بنسبة تقريبا لمؤشر قطاع مدراء المشتريات لقطاع التصنيع من 53.1 إلى 52.5، وأيضا المؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات بتباطؤ النمو من مستوى 55 إلى 54.5. نحن نعلم أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع وقطاع الخدمات قد انكمش بقوة خلال إبريل ومايو وأيضا يونيو بعد أن حقق نمو خلال يوليو. بالتالي هذه البيانات مهمة كما ذكرنا لتعطينا مزيد من التعافي أو تعطينا فرصة أكبر للتفاؤل. وجاءت فعلا البيانات أفضل من التوقعات، فهذا مزيد من التفاؤل في الأسواق. إن لم يكن هناك فعلا جاءت دون التوقعات يعني هناك تعثر وربما انكماش، ويجب أن نترقب تلك المؤشرات التي يترقبها أيضا المستثمرون والمتداولين في الأسواق، لأنها يعني نحن نعلم أنه بيانات البطالة رغم انخفاضها إلى 8.4 تعتبر أيضا يعني مرتفعة، وأيضا بيانات يعني التوظيف يعني لم يعني التوظيف الذي تم فقدانه خلال شهر إبريل ومايو بسبب جائحة الكورونا لم يتم التعويض إلا إلى النصف. فبالتالي يعني هناك يعني مخاوف من أن الانكماش الذي حصل في الربع الثاني يحدث صدمة اقتصادية بعد النمو الذي تحقق بعد الربع الثاني ولم تكن هذه الأرقام بالفعل حقيقية. لهذا السبب نتابع تلك البيانات وخاصة بعد الخسائر في الأسواق الأسهم التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي خلال هذا الأسبوع مع ارتفاعات كانت في جلسة أمس. طيب سريعا الدولار، يعني شايفين مؤشر الدولار أمام سلة من العملات عم بيواصل ارتفاعه لأعلى مستوى تقريبا بشهرين، هل هذا الارتفاع اليوم هو يأتي بسبب القلق أيضا ربما من حزمة التحفيز التي ما زالت يعني رهن الضبابية الآن التي يمكن أن تقدم للاقتصاد الأمريكي وزيادة عدد حالات كورونا؟ نعم بالفعل الدولار الأمريكي يشهد هذه الارتفاعات ب 94 بسبب حالة الذعر والقلق الذي تنتاب الاقتصاد وخاصة بعد تصريحات تعتبر متشددة من قبل جيروم باول قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قانون التعافي الاقتصادي يحتاج لفترة زمنية طويلة وعدم اتضاح الرؤية إلى الآن لمسيرة التعافي الاقتصادي. وأيضا حيث قال أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن هناك احتمال أن يتم رفع أسعار الفائدة. وأيضا ارتفاع عدد أصابات الفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وإجراءات الحجر والإغلاق التي ربما تقوم بها عدد من الدول الأوروبية وخاصة في بريطانيا وستمتد إلى 6 أشهر، أيضا كل هذا بسبب انتشار الفيروس وأيضا يعني يعطي دعم لمسيرة الدولار نحو الارتفاع، لأنه في خلال حالة الذعر والقلق التي تنتاب الأسواق يتجه المستثمرون دائما إلى الدولار كملاذ آمن. وكما ذكرتي بفعل أيضا الضبابية حول أيضا عدم وجود إلى الآن حزمة تحفيز، فهذا يدعم الدولار الأمريكي في المدى القصير. لكن توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل أتوقع أن ما زال اتجاه نزولي للدولار الأمريكي يعني بسبب أن البنوك المركزية خاصة البنوك المركزية عم تقوم بتحفيزات، لكن
البنك الفدرالي الأمريكي قام بسيولة نقدية كبيرة، فالتوقعات ما زالت هناك، يحتاج الاقتصاد الأمريكي لمزيد من التعافي ومزيد من التحفيز وإبقاء أسعار الفائدة المتدنية رح تدعم الدولار. ولا ننسى أمر آخر بالنسبة للدولار الأمريكي، هو أيضا ضعف العملات الناشئة مثل العملة المكسيكية، الروبل الروسي، الليرة التركية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي. هذا عم بيجعل أنه التوجه إلى تفضيل إلى السيولة النقدية. نشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.